إذن على بركة الله مشاهدينا أوفياء مشاهدينا شوف تي في فيلم مكتوم، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من هنا من مدينة الدار البيضاء منطقة عين دياب. إذن اللحظة القانونية، اللحظة اللي من خلالها كيتم إغلاق الحانات هنا بمنطقة عين دياب نتيجة ديال السكر. كما قلت نتيجة ديال السكر والتخدير، يعني هاد اللحظة اللي بداو الحانات كيلفضوا دوك الزبائن ديالهم. كاينة سياقة متهورة في بعض الأحيان غادي تشوفوا معنا على المباشر، يعني قبل ما نطلقوا هذا المباشر هذا كانوا شي حالات كثيره ما نتمنوش انكم تشوفوها بطبيعه الحال هنا على المباشر، ولكن هذا هو الحال هو هذا خلال هذه اللحظات. اسامه اشملال يا ربي امين اخويا، يا ربي امين يا ربي امين. يعني كاين واحد السياقه متهوره، الشيء اللي خلى حتى رجال الامن دخلوا على الخط. اكيد كيعرفوا هاد اللحظات كتكون لحظات حرجه، كتكون التماله، كتكون يعني كنقولوا التماله فيها السكر فيها التخدير، يعني بعض الانواع ديال المخدرات اللي كيتعطاوها الناس كيتعطاوها الشباب الله يعفو على الجميع بطبيعه الحال. ولكن كما قلت حنا كنشوفوا السلوكات اللي كتغير مع هاد السلوكات ديال السائقين كتغير مع هاد التعاطي ديال السكر، الخروج من هاد الحانات اللي كتواجد هنا في منطقة عين دياب. يعني لاحظوا وغادي تشوفوا معايا يعني اكتضاد كبير بزاف، لاحظوا اكتضاد كبير بزاف هنا في هاد اللحظات هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بكل صراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله وحق الله العظيم. يا ربي أمين يا ربي أمين خويا رضوان، رضوان رضواني يا ربي أمين أخويا. عليكم السلام خويا حميد مرسي، يا ربي امين اخويا. حنا بطبيعه الحال حنا كننقلوا غير الاجواء وكنتكلموا على بعض السائقات المتهوره نتيجه السكر والتخدير اللي كيكون هنا من بعد يعني لفظ الحانات للزبائن ديالها. اكتضاد كبير كتعرفوا هنا منطقه عين دياب في هاد اللحظات، اكتضاد كبير بزاف تقريبا هذه الخامسه صباحا. لاحظوا حتى الزبائن ديال المتعة لا حول ولا قوة إلا بالله، لاحظوا كل واحد كيقلب على كما كنقولوا كل واحد كيقلب على غير باش ما نشدوش الناس على وجههم، لأنه كتبقى هذه خصوصية ديالهم. ولكن كما قلت بعض السلوكات فالله يعفو على الجميع، الله يعفو على الجميع. يا ربي امين خويا مصطفى ولد المويمه، يا ربي امين اخويا. هادشي اللي كنقولو اخويا، هادشي اللي كنقولو بطبيعه الحال، هادشي اللي كنقولو. والدليل دابا كما قلنا هما دابا حاليا دابا يعني كيتداولوا على الاثمنه ديال باش تمشي مع شي واحد، كيتداولوا على الثمن بحال اللي كيبيعوا ويشريوا في لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
اذا مع هذه الموسيقى هذه غادي نقطعوا هذا المباشر هذا. غنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.